من جانبه أشار سامي المرشد الخبير في العلاقات الدولية خلال استضافته عن بعد في البرنامج، أشار إلى أن السياسة التي تنتهجها قطر من اضطهاد للعمالة الوافدة هي سياسة التهرب من حقوقهم بإلقائها اللوم على الشركات الخاصة. دولة دائما مسؤولة عما يجري في نطاق حدودها، يعني لا يمكن أن يتم لوم شركات خاصة أو شركات سواء كانت محلية أو أجنبية، لأن هذه الشركات لم يكن من الممكن لها أن تعمل داخل دولة قطر بدون الحصول على التراخيص اللازمة. وعندما تحصل على هذه التراخيص من المفروض أن يكون وضعت شروط عليها ووضعت عقوبات في حالة مخالفتها لهذه الأنظمة. يعني مجرد لوم هذه الشركات ومحاولة التهرب من المسؤولية في الواقع ليست الطريقة الصحيحة لمعالجة هذه المسألة.